لكل مدينة عراقية أكلتها الشعبية التي تتميز بها، وتشتهر محافظة كربلاء بأكلة الباقلاء بالدهن التي أصبحت جزءاً من موروثها الشعبي التقليدي منذ عقود. وصارت الأكلة تقليداً مميزاً في شهر رمضان، إذ تعتبر وجبة سحور مميزة لدى الأهالي. الأكلة هي أكلة تراثية قديمة كربلائية، وإحنا كربلاء نحب هاي الأكلة خاصة برمضان. أكلة يعني تراثية، دائماً تعودنا برمضان نجي السحر باقلة ودهن، وبالأيام العادية ريوقات دائماً يعني إحنا نجي هنا نتعنى. بس الناس متعلمة السحر يعني باقلة ودهن، أرغب شيء عندنا إحنا، حتى أرغب من الكباب هي الباقلة ودهن. يعني أكلة شعبية. والله يعني أنت مثل ما قاعد تشوف أجواء حلوة ورمضانية يعني، وبالذات بكربلاء يعني. وتعد الباقلاء أشهر وجبة صباحية في أول أيام عيد الفطر، حيث يصطف الناس طوابير أمام مطاعم الباقلاء بالدهن للحصول على وجبتهم المفضلة، وهو ما يميز مدينة كربلاء عن بقية المحافظات بيوم العيد. وتتكون عناصر هذه الأكلة من الباقلاء والرغيف والبيض والدهن الحر، بالإضافة إلى المخللات والمقبلات التي ترافق هذه الأكلة. نقع خبز بمي الباقلاء ويخلوه بالماعون، بعدين باقلاء فوقها، بعدين يذب عليه دهن حر، دهن حيواني خالص، بعدين طلب البيض، واحد يريد عيون، واحد يريد خبط على النص، واحد يريد استاو زايد. أكثر شيء بغداد، يجونا من جميع المحافظات يعني، أكلة يعني معروفة خصوصا بكربلاء يعني، وأبو نور معروف أكلة باقلاء ودهن طيبة. ويتفنن العراقيون بصورة عامة في طريقة تقديم هذه الأكلة الغنية بالبروتينات ذات القيمة الغذائية العالية التي يعتمد عليها الكثير كبروتين بديل عن اللحوم، ولهذا سميت الباقلاء باللحوم الخضراء.